نسأل الله تعالى أن يرحم إخواننا الذين قتلوا اليوم في نيوزيلندا. أحد الإرهابيين من عبدة الصليب دخل على المسلمين اليوم في صلاة الجمعة ومعه رشاش، فقتل أكثر من 40 مسلما وهم يصلون، وجرح أكثر من 20. فنسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين، أن يتقبلهم، فإن المرأة يبعث على ما مات عليه. إنهم قد قتلوا في بيت الله في هذا اليوم المبارك، فنسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يتقبلهم وأن يبدل أزواجهم خيرا منهم، وأن يخلف على أهليهم بالخير، وأن يبرئ مرضى المسلمين سواء في هذه الحادثة أو في غيرها من الحوادث، يشفي المرضى جميعا ويرحم الموتى. وجزاكم الله خيرا.